إطلالة شبابية لافتة للملكة رانيا عبد الله احتفالا بعيد ميلادها برفقة كنتها الأميرة رجوة. إليكم التفاصيل. احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها 53 وسط أجواء عائلية سعيدة، حيث نشرت مجموعة صور لها على حسابها بالإنستغرام برفقة عائلتها من الحفل المبهج، بينهم زوجها الملك الأردني عبد الله الثاني ونجلها البكر الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة السعودية رجوة آل السيف. ولفتت الملك الأنظار بإطلالتها الشبابية مع كنتها، حيث ظهرت بأزياء كاجوال عصرية، إلى جانب أبرز تنسيقات الأزياء التي ظهرت فيها معا إلى جانب بعض في مناسبات مختلفة. اختارت الملكة رانيا بالتالي بهذا الحفل أزياء كاجوال تميزت بروح شبابية، مرتدية سروال جينز بتصميم عصري مزين بالأزرار الجانبية، ونسقت معه بلوزة بيضاء بقماش ناعم، ارتدت فوقها بليزر أبيض من قماش دنيم بتصميم قصير يصل إلى حدود الخصر، ونسقت مع طلتها المجوهرات الناعمة وحقيبة يد باللون الأزرق المتناسب مع ألوان أزيائها. وتعد هذه من المرات النادرة التي ترتدي فيها الملكة رانيا سروال جينز، حيث تعودنا عليها بالملابس ذات الأقمشة الناعمة الكاجوال. الملكة رانيا واحتفاء بعيد ميلادها اختارت تسريحات شعرها المفضلة، ألا وهي تسريحات الويفي بالخصلات المموجة مع الغرة العالية عن الوجه، إلى جانب اعتمادها المكياج الترابي الدخاني مع أحمر شفاء نيود جلوسي، فظهرت بملامح مشرقة وسعيدة وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله على نعمة وجودكم بحياتي، أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم. الأميرة رجوة آل السيف زوجة ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله الثاني ظهرت إلى جانب حماتها الملكة رانيا بمناسبة احتفالها بيوم مولدها، وبدت كذلك بإطلالة متناسقة معها. من حيث اختيارها الملابس كاجوال شبابية، ارتدت رجوة آل السيف جيب سوت باللون البيج بتصميم فضفاض مع جيوب أمامية في الجزء العلوي والجيوب البارزة عند الساق، وأضافت له لمسة أنثوية مميزة مع الحزام الأسود العريض الذي سلط الضوء على نحافة خصرها. كان لافتا تنسيقها مع هذه الإطلالة الأقراط المرصعة بالحجر الزمرد الأخضر على شكل دمعة، فيما اختارت تسريحة شعر ناعمة بأسلوب نصف رفعة للخلف مع مكياج نيود طبيعي الذي تفضله على ملامحها. أما زوجها ولي العهد فظهر بملابس كاجوال باللون الكحلي.